ظابط عشان اقعد معاه افهم يعني بالنسبه لشغل في المكتب او شغل في التحقيقات مع من انا حبيت اعمل حد جديد في رياكشناته في لبسه في طريقته في تعبيره في ما حبيت اعمل حد جديد مش معتاد والحمد لله وصل للناس ان هو مش معتاد يعني في حاجه جديده في طريقه التمثيل وانا كنت براهن عليها كتير جاني تليفونات من اصدقاء ليا ظباط انت قعدت مع مين ده مش عارف انا ما قعدتش معاه قعدت مع نفسي